أنا بصراحة يعني بابا وماما مو بالبيت هلأ، لهيك ما بصير أطلع بدون ما أسألهم. شو مشكلتك رابي؟ أنت مانك طفلة صغيرة وطبيعي أنك تطلعي معي أنا لأني زوجك، وبظن أنه ما حد رح يعترض على مشوارنا مع بعض، بالعكس. لازم تعرفي أنه كتير مهم نقعد مع بعضنا لحتى نتعرف على بعض أكتر. أحياناً بناخد قرارات صعبة بلحظات مهمة بحياتنا، لهيك نحن لازم نعرف بعض منيح لحتى ما نندم على شيء. ما بدي نختلف مع بعض بعدين، مو مزبوط حكي؟ لا تفكري، يلا نروح.